حصري، ننشر الفيديوهات الكاملة لخطوبة بشرى المفاجئة في مهرجان الجونة السينمائي. مفاجأة كبيرة تميزت بها السهرة الختامية لمهرجان الجونة السينمائي أمس، حيث احتفلت فيها بشرى بخطوبتها على رجل الأعمال سالم هيكل. وظهرت بشرى في الفيديو المتداول وهي تمسك بذراع خالد الصاوي وتنظر بفضول إلى الحاضرين غير مستوعبة لما يحدث حولها، وإذ بسالم يتقدم لها بخاتم الخطوبة في لحظات لم تتمكن فيها بشرى من حبس دموع الفرح مع تصفيق وزغاريد الحاضرين. شاهدوا الفيديوهات الكاملة للخطوبة التي حصلت في الجونة. اوعي تجيب ايه؟ انا ما يضربش
بعد العملة دي. مبروك يا سالم. مبروك يا حبيبي. سالم 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 سالم. كنت لايف اون اير يا بوسي. انت لايف وعاملة عاملة نسبة مشاهدة رهيبة يا بوسي. يلا يا شباب بدل ما تضحكوا انتوا كده. يلا يا شباب ما معلش احنا مكاننا مش عايزين اصابات ولا حوادث في المرة. لا ما تعيطيش يا بوسي.